الصورة حلوة كتير ما هيك؟ شفت كمية الحب اللي موجودة بالصورة والنظرات اللي فيها؟ الحب رح يطلع من جواتها، صدقني. بالله. ايه معك حق. بتحس قلوبنا من الصورة عم بتنطوت لهي الدرجة فيها روح يا زلمة. بتعرف شو السبب؟ لأنه أنا وفتون منحب بعضنا بوحشية. يلا يا شباب، العشاء جاهز فورا حياتي. رح تاكل أصابيعك، مرتي بتطبخ طبخ بعقد. يسلموا إيديكي. ما تواخذني، ما لحقت تحضر أكتر من هيك، ما في شي من واجبك. شو عم تحكي حبيبتي فتون؟ لك هاي صفرة ملوكية، الله يسلم هالإيدين يا روحي أنتي. ايه كلامه مزبوط، يسلمون. صبي لي يا عمري. هدول كلهم أنتي طابختيهم عن جد؟ ايه لكان. بتصدق إنه هي أمي طبخوا كل هدول؟ الحماية وكنتا علاقتهم مو معقولة، منيحة لدرجة كبيرة، شي خيالي. كتير متفاهمين. ايه انا وحماتي متفاهمين لدرجة مو معقولة. فوتوا نستني. رؤية عمري، حطي المنديل على حضنك كرمال ما تنقطي شي على فستانك وينتزع جمالك اليوم. وقفي تطلع فيني. يقبرني جماله الليلة. مو قدران شيل عيوني عنك يا قمر. أي مراد، طمني شوفي ما في. كله تمام، ما في شي جديد، ملتهي بالشغل. ليك بدي أنصحك نصيحة، لا تكون مدمن شغل كل هالقد. ليش؟ الفكرة إنه عمرك مانو صغير، يعني أنا بقصد صار لازم تتزوج وتفتح بيت ويصير عندك مرة وولاد. طلع فينا حبيبتي، صح كلامي؟ والله وبشرفي الزواج أحلى شي بالدنيا، وخاصة من وحدة مثل فتون. حبيبي جون. يا عمري أنتي، كلي حبيبتي، كلي وتغذي. البيت من هون كتير حلو. بياخد العقل من هون صح؟ أنت بتعرف إنه المرحوم حماي هو اللي مصممه؟ حبيبتي فتون عاشت كل طفولتها هون، وإن شاء الله طفولة أولادنا كمان رح تكون بهذا البيت. تعرف شو؟ نحن حابين نجيب صبي وبنت. حياتي أنت، يعني هلأ شو في لزوم لهذا الحكي؟ لسه بكير كتير على هالقصة. ما شو؟ لا مو بكير أبداً يا عمري. حياتي افتحي تمك لشوف، انت بتحبي اليبرق كتير. والله العظيم يا مراد، اذا بتشوف مرتي المحاشي ما بتتحمل ابدا، بتحبه كتير. افتحي 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 يا عمري، يلا يلا. عم تلعمي عدتك؟ رفسة؟ رفسة كأنه لعية معدة، رفسة ولعية معدة معناته أنتي حامل يا عمري ويا نور عيوني. لك أنتي يا فتون حامل، حبيبتي فتون أنتي حامل يا عمري، أنتي فتون حبيبتي. تعي لك دخيل قلبك، انتبهي لحالك. سمعت شو قالت مراد؟ فتون مرتي حامل، وأخيرا أنا رح أصير أب. سمعت مراد؟ ألف مبروك. يبارك فيك، شكرا. لك انت جننت شي عند هالمسا جون؟ في حدا غيري بيعرف؟ لا ابنه.
والأحسن إنك ما تحكي لحدا مراد. فهمت عليكي. طيب اسمعوا منيح شو خطر لي. إذا كان صبي منسميه مراد. شو هالفكرة هاي؟ حبيبتي أنت ليش عم تزوريني؟ أنا رح أسمي ابني على اسم أعز صديق عندي بالدنيا. أنا صار لازم جيب الفواكه. طيب من بعد إذنك. انتبهي على الدرج.